مرحبا بكم عائلة ويف بلاي، ومرحبا بضيوفنا الجدد. في رأيكم ما هو أفضل تطبيق لتعديل فيديوهات اليوتيوب بشكل محترف؟ ابقوا معنا وسوف نجيب عن هذا السؤال، ولن تنهي هذا الفيديو إلا وأنت راضٍ. كما تعلمون أن اليوتيوب منصة كبيرة تضم عدد كبير من المشاهدين، وهدفها الاحتفاظ بالجمهور لمدة أطول، وهذا من خلال الحرص على جودة الفيديو والمحتوى الذي يقدمه للجمهور. وإذا كان العكس، لن تقوم خوارزميات اليوتيوب باقتراح هذا الفيديو مرة أخرى. فأنت كمنشئ محتوى هدفك هو الحصول على عدد كبير من المشاهدات، فهذا يعني أنه يجب عليك صناعة فيديوهات احترافية ذات جودة عالية. هذا يعني أنك بحاجة إلى برنامج أو تطبيق ممتاز لفعل ذلك. لا تقلق، أنا هنا من أجل أن أعلمك كيف تقوم بإنشاء قناة يوتيوب ناجحة فقط من خلال الهاتف. سنتعرف على تطبيقات المونتاج المتوفرة للهواتف الذكية، وأي واحد منها هو الأفضل لكي تبدأ على قناة اليوتيوب بشكل ممتاز، وأي واحد منها هو الأفضل الذي سوف تستخدمه حسب المحتوى الذي تقدمه على اليوتيوب. لكن قبل ذلك، لا تنسى دعمنا بزر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، هذا إذ كنت جديد وأول مرة تشاهد هذا الفيديو. توجد الآن ثلاث تطبيقات تتصدر المرتبة الأولى بناء على كثرة استخدامها وآراء المستخدمين الذين يستخدمون هذه التطبيقات. وفي المركز الأول تطبيق كين ماستر، والمركز الثاني هو تطبيق VN، والمركز الثالث هو تطبيق كاب كت. سأذكر لكم لماذا هم بهذا الترتيب وأي واحد منهم تستخدمه حسب المحتوى الذي تقدمه. بالنسبة إلى VN وكاب كيت، هم في الأصل من شركة واحدة، وهذين التطبيقين متشابهان بشكل كبير، حيث أنه تجد الاختلاف بينهما فقط في بعض الأمور البسيطة، وغالبا ما يتم استخدامهم في صناعة المحتوى على التيك توك، حيث أنهم يحتوون على ميزات كثيرة ورائعة. وهذا لا يعني أنهم مناسبين لصناعة فيديوهات لليوتيوب، يمكنك فقط استعمالهم في صناعة محتوى الفلوغ فقط. معلومة إضافية، هذين التطبيقين يقللون من جودة الفيديو، هذا حسب تجربتي، لكن ليس بشكل كبير، يعني بشكل لا بأس به. أما بالنسبة إلى المحتويات الأخرى، أنصحكم بتطبيق كين ماستر، فهو أحسن تطبيق إلى حد الآن، بالأخص إلى الأشخاص الذين يصنعون محتوى مثل باريتيوب ومحتوى عشوائي، لأن هذا المحتوى يعتمد على الكتابة والتصميم والحركة والموشن والكثير من الأشياء كما تعلمون. وأيضا تطبيق كين ماستر يتناسب مع كل المحتويات الأخرى، وهو أكثر تطبيق يحتفظ بجودة الفيديو حتى ولو بعد تعديلها، يقوم بحفظ جودة الفيديو بجودة عالية، وهذا ما يحبه اليوتيوب. وهذا الفيديو الذي تشاهدونه الآن قمت بتعديله من خلال تطبيق كين ماستر. فتطبيق كين ماستر يقوم بالعديد من الأشياء التي يجهلها الآخرون ولا يعرفونها. يمكنك صناعة انترو من خلاله، يمكنك تصميم فيديو أو عمل موشن. هذا هو تطبيق كين ماستر. التطبيق الذي نستعمله في تعديل الفيديوهات بالهاتف هو تطبيق كين ماستر، وهو الأفضل في فعل ذلك. مهلا لحظة، أنت لا تعرف كيف تستخدم هذا التطبيق، هل هذا صحيح؟ لا تقلق بشأن ذلك يا عزيزي، فعلى قناة على ويف بلاي نجد لك كل الحلول. كل ما عليك فعله الدخول إلى القناة، وبالأعلى في قوائم التشغيل بلاي ليست تضغط هنا، وسوف تجد قائمة تشغيل خاصة بتعليم المونتاج من الصفر إلى الاحتراف. تكون الفيديوهات بالترتيب بهذا الشكل من المستوى المبتدئ إلى أن تصبح محترفا، وأيضا هناك قائمة تشغيل أخرى خاصة بتعليم أفكار المونتاج، تجد فيها كل أفكار المونتاج باستخدام الهاتف. تجدون رابط تحميل نسخة كين ماستر معدلة في صندوق الوصف، وباقي التطبيقات أيضا التي تحدثنا عنها في هذا الفيديو تجدون روابط تحميلها في صندوق الوصف. أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه الحلقة، انتظرونا في الحلقة القادمة، حيث أننا سوف نتحدث عن الكثير من الأمور التي ستساعدك في بناء قناة يوتيوب قوية وناجحة من خلال الهاتف فقط. دمتم في رعاية الله. We'll be right back.
you